مغربي استشاري قلب بالإسكندرية، وبقالي باجي المؤتمر من 17 سنة من بدايته. هو بصراحة المؤتمر قوي جدا من بدايته، من أول سنة لغاية الآن، طبعا بفضل سيادة الدكتور الأستاذ الدكتور محمد صبحي وتيم الأساتذة بتوع اسكندرية كلهم. المؤتمر بيضم أساتذة من جميع أنحاء العالم، وبيضم أساتذة من الدول العربية كلها، وهو مؤتمر قوي جدا وعالمي، وبنشوف فيه أحدث التقنيات وبنستفيد فيه علميا في كل المجالات.